ودلوقتي معايا على الهاتف مباشرة برضو في اتصال هاتفي الحاجة إصلاح أبو حمزة، وهي جدة الطفلة اللي قالوا إنها كانت داخلة السيدة دي تسرقها من بيتها. ممكن تحكي لنا يا حاجة إصلاح إيه اللي حصل بالظبط، لأنه في أمور كتير مش واضحة بالنسبة لنا. أيوة يا أستاذ معتز. أيوة اتفضلي. حضرتك امبارح أنت قلبت الدنيا على الحتة عندنا وبهدلت الشباب هنا حضرتك، ويعني إحنا نعمل مثلا تعظيم سلام لواحدة تدخل تسرق بنتي ينفع؟ في قانون في البلد ولا مفيش؟ يا حبيبي اسمعني، يعني دلوقتي ما تجاوبيني على السؤال يا حاجة إصلاح. اتفضل. في قانون ولا مفيش؟ ماشي في قانون، بس انا اتصلت بالقانون دون حضرتك يا استاذ معتز، اتصلت 4 مرات بالحكومه، الحكومه ما اتقالتش عني. ايه طيب الشباب بتوع الشارع او الناس اللي انا على طريق، يمكن انت سامع صوت العربيات. اي حد معدي عرف انها كانت سارقه طفله بقى يضرب فيها. طب ما تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك احنا بنتي والده عمليه قيصريه. والله ما صلى على النبي، فجأة بنتي أنا نايمة تحت رجلها في الأرض. يا ماما دخليني لمؤاخذة الحمام. خدت بنتي دخلتها الحمام ودخلت أعمل لها كوباية حلبة، المطبخ في نفس الأوضة، دور أرضي على الأوضة جنب البوابة على طول. أنا بنتي دخلت الحمام وأنا في المطبخ بعمل لبنتي كوباية حلبة. بنتي طلعت من الحمام، أنت مين؟ وانت واخده بنتي ليه؟ هي كانت تقريبا برشمه الله اعلم بيها. ما قدرتش تجري، فانا جريت عليها، انت واخده البنت ليه يا بنت؟ انت مين اللي اتسلطت علينا؟ ماشي؟ في خلافات بينها وبين جوزها وهي قاعده عندي، فانا فكرت ان في ناس من دول هم سلطوا على بنتي. بقيت ماسكه فيها وواخداها لمؤاخذه من شعرها. وبقيت اضرب فيها. انت مين اللي مسلطك علينا؟ مين اللي مسلطك علينا؟ ورحت واخده البنت من ايدها ورحت ماسكاها بقى بالسبسب على رجليها. اللي دخلت البيت عندنا؟ اللي جابت هنا؟ حضرتك قالت لي انا جايه واحد اسمه مش عارفه ايه الصعيده كده. هي قرت على كل حاجه. قال لي اسرقي لي اطفال واسرقي لي موبايلات واسرقي اللي تطوليه اسرقي لي. بس هو ده كل اللي حصل. يعني الست دي انت عملت البرنامج دون ابني ما عنديش غيره وحيد، وشباب الحته ورجاله كبيره في السن في المركز دلوقتي حضرتك. هو ابنك فين؟ مقبوض عليه ولا ايه؟ ايوه ابني وحداني، وابني ما كانش في البيت ولا جوز بنتي كان في البيت. وامبارح لما الحكومه جت تاخدهم المخبر بقول له انا هاجي مع ابني عشان ابني ما كانش موجود حضرتك. قال لي بس يا مرة انت، والضابط قال لي اسكت يا مرة بدل ما انزل اديك على وشك قلمين. بلاش الالفاظ دي، بس احنا على الهوا وانت دلوقتي في ناس كتير جدا جدا بيتابعوكي يعني. ايوه حضرتك. خلاص يعني اللي قاله لك اكلمك بطريقه مش لطيفه يعني. لا طب ازاي يعني؟ طب انا اتهان ليه وانا اللي بنتي كانت هتتسرق وابني دلوقتي في المركز اللي ما عنديش غيره؟ ماشي؟ يعني يا استاذ معتز معلش انا اسفه في اللفظ، لو حد بدخل بيتك انت كنت هتسيبه يطلع ولا كنت طخته في البيت؟ انا مش هطخ حد، ما بطخش انا، انما الفكره في ايه؟ ماشي. الفكره انت عليه الصلاه والسلام يعني البنت وجوزها، يعني البنت دي لو احنا ما شفناهاش وهي واخدها وطالعه مش كانوا في عيلتين هيتبهدلوا في البلد برضو؟ اكيد هم اللي خطفوها. مظبوط. لا انا متفق معاكي طبعا طبعا، بس يعني انت مسكتي المتهمه دي. ايوه مسكتها وبين شعرها وبقيت اضرب فيها انا. خلاص هاتلها الحكومه تاخدها. انا هضرب انت كده خليتهم، اما خدوا الناس اللي في الشارع صحاب الورش وراجل كبير في السن خدوه في نرمة المركز دلوقتي حضرتك؟ يعني انت بتقول لنا لما يدخل عليكم حرامي بعد كده؟ طيب انا ماشي معاكي حاجه اصلاح واحده واحده. خليني اسالك سؤال بعد اذنك. اتفضل. افرضي الست اللي دخلت سرقت عندك في البيت دي، وطبعا مفيش حد يقدر يتفق مع ولا يرضى عن حد يجي ينتهك حرمه البيت، ده طبعا يعني ده خط احمر كويس؟ ايوه. افرضي ماتت في ايديهم، ساعتها كل دول يبقوا قتله؟ يا ابني
يا حبيبي يا ابني دي اهل يعني، عشان في الحته عندنا اتخطفوا 3 عيال قبل كده ماشي، فالناس من غزهم لعندي دلوقتي الاطفال ما رجعوش يا استاذ معتز، لعندي دلوقتي ما رجعوش. وحضرتك اقول لك على حاجه كمان، ايوه كده عندي يضربوا الست بره الحراميه دي، في طفل صغير من عيله ابو كامل راح جاي وعمه واقف بيتفرج، يا عمو يا عمو الست ديت وانا واقف على الكورديل بشرب، قالت لي تعالى معايا اما صورك. دخلت بيت تاني اسمه بيت البايط برضه، كل دي قال الست دي دخلت علينا في قلب الصاله جوه وانا نايمه، ست كبيره عبوده برضه، بقول لها انت داخله ليه حضرتك عاوزه ايه؟ قالت لي عايزه اشرب ميه، اديتها الازازه وقلت لها خديها ما تجيبهاش تاني، يعني برضه احتكمت، دخلت بيت تاني من غير ما تستاذن اصحابه. هي بتقول طبعا اشرب ميه عشان يبقى زي ما تقولي يعني حجه انها تدخل البيت وتشوف ايه اللي ممكن تسرقه، يعني دي حجه مفهومه يعني. حضرتك يعني لو الطفله دي قعدت يوم واحد او يومين احنا نعرف ملامحها؟ حضرتك يا استاذ معتز اللي انت ما تعرفوش، انا بشتغل في البيوت، انا ما نعيش سعديه لبنت بنتي. معلش الواحد محتار جدا ما بين الطرفين لسبب، لان انا ولا انا عايزك حد يجي يقتحم عليكي بيتك ولا عايز ابنك يتحبس بصراحه، مش عايز ابنك يتحبس انا خالص. طيب انا ابن ذنبه ايه وهو ما كانش موجود، وجوز بنتي ما كانش موجود، كان بيودي ورديه ماشي، الاثنين مرمين في السجن دلوقتي. لا ما هم مش في السجن ولا حاجه، هم هيحققوا معاهم شويه هيلاقوهم ما عليهمش حاجه هيسيبوهم. حضرتك قالوا كلهم هيطلعوا ما عدا خالص طفله وجوز خالتها، القريبين منها هم اللي يتحبسوا. طب يتحبسوا بعد ان هم يعني احنا بنتسرق ونتحبس؟ ينفع يا استاذ معتز يرضى ربنا دوت؟ لا ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا. بس بصي يا حاجه اصلاح، بصي لا لا لا، لو واحد جاي بسلاح وداخل عليا البيت يبقى طبعا ارد عليه بسلاح، بس لو هو جاي بايده بس واعزل من غير سلاح ما يتعرضش للموت، لان دي جريمه قتل هتبقى، ما يبقاش حل للموضوع. بس انا متعاطف جدا معاكي جدا يعني. حضرتك دلوقتي هي تطلع وابن عمي يتحبس؟ هي ما طلعتش يا حاجه. معانا في المحكمه النهارده ويخلص قابلها وابن عمي يتحبس؟ لا. ابني يتحبس ليه؟ المعلومه اللي عندي انها لسه تحت التحفظ، ما اخلوش قابلها ولا اي شيء. لا على قضيه ثانيه حضرتك. يا حاجه اصلاح، الاعلام مش هينفع ان هو يشوف الناس بتقبض على بعض وبتعاقب بعض وبتحاكم بعض ويسقف لحاجه زي كده، وفي نفس الوقت مش هيسمح بان الناس تقتحم شقتك، تقتحم مقر سكنك، وتخطف حفيدتك ولا تسرق من عندك موبايل. 100% ده مرفوض وده مرفوض، فاهم قصدي؟ يعني انا ما اقدرش اسقف للفيديو اللي انا شفته على النت، لازم طبعا يعني فاهمه، لما نيجي نعرض احنا حاجه زي كده البنت لازم تتعاقب ولازم تاخد يعني القانون يتصرف معاها، بس في نفس الوقت يعني مش هنقدر ان احنا نقول برافو على العنف خالص. طيب طب ذنبنا احنا حضرتك بقى؟ ذنبنا ان احنا نتسرق بنتنا تتسرق وابني يتحبس؟ محدش اتسرق بقى الحمد لله، محدش اتسرق الحمد لله، جت سليمه صح؟ ماشي جت سليمه. طب افرض ان احنا ما شفناهاش، يعني حضرتك افرض ان احنا ما شفناهاش؟ ما انا مش هقدر افرض اي شيء، مش هقدر افرض اي شيء، ربنا بيحمي الناس. يبقى انا في اوضه على الباب حضرتك وفي قلبها المطبخ كمان. طيب على كل حال عايزه حقك يرجع لك، وحقك هيرجع لك ان شاء الله عن طريق ان اللي ما عملش حاجه هيخلى سبيله، والست اللي لو ثبت عليها تهمه تتحول للنيابه، والنيابه تشوف تقدر تعمل معاها ايه، تحولها للمحاكمه، وفي قانون في البلد ماشي علينا كلنا وما نقدرش ان احنا نتجاهل هذه الحقيقه. بشكرك حاجه اصلاح ابو حمزه، وانا فاهم كويس جدا مشاعرك ومقدرها، وربنا معاكي ومع الاسره.